عبد الله. عبد الله. يا عبد الله. امسك فيه يا ابي. لن تهرب مني. أمسكت بك. تعال يا ابن قيس. لا يا أبي، لا يا أبي. هيا إلى أمك، اذهب. ما بك؟ كنت أريد أن أسألك يا أمير المؤمنين، ما الذي يدعوك لملاعبة ابنك على هذا النحو؟ كأنك لست أبا يا ابن قيس. أتستغرب ملاعبتي لأولادي؟ يا ابن قيس، من كان له صبي فليتصاب له، ثم لا تنسى أن السلطان يغضب غضب الصبي ويأخذ أخذ الأسد. تفضل يا أخي. مخنف، عليك أن تتوخى الحذر كثيرا، فأنت تعرف ما لقاه أصحابنا. إن فقدان أصحابنا خسارة لنا، ولكن لابد من إيقاف هذا الأمر. فمن كان يظن أن يصبح معاوية خليفة للمسلمين ويتنازل الحسن بن علي له بالخلافة؟ أجل يا مخنف، ولكن ما زلنا ننتظر الأمر لنتحرك من جديد. ولذلك جئتك إلى المدينة يا قارد. ماذا تعني يا مخنف؟ اسمع يا قارد، لقد دبرنا أمرا وسوف نقوم بتنفيذه، ولن نجد أفضل منك ليساعدنا في تنفيذ هذا الأمر. لماذا أنا تحديدا؟ وما الأمر الذي جئت من أجلي يا مخنف؟ هو أمر خطير، أمر خطير يا قارد. لا أرى زيدا معك. لم تجده؟ أين هو؟ أخبرني، هل حدث له مكروه؟ تكلم يا محمد، أخبرني ما الذي حدث. لا أدري ماذا أقول يا أخي، ولكنها مشيئة الله. ماذا تقصد يا محمد؟ لقد تعارك مع قطاع طرق ونالوا منه بضربة أردته. زيد، أريد زيدا، هو كل ما تبقى لي من الحياة. زيد، أين أنت يا زيد؟ هي مشيئة الله يا أخي، ولا رد لمشيئته. رحم الله أم كلثوم، لم تقوى على تحمل فراق ولدها، فكتب الله لها أن تلحق به وتدفن معه في نفس اليوم. مضى وقت طويل منذ توفي زيد وأمه، رحمهم الله، ولا زلت أشتاق إليه مع مرور الأيام. هذه الدنيا لا تبقي على أحد، إنك ميت وإنهم ميتون. أحب من تحب فإنك مفارقه. رحمك الله يا أختي، رحمك الله يا زيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن لسنا مستعجلين يا قارد، فليذهب حيث يشاء، ألن يعود إلى المدينة في النهاية. إن الأمر أصعب مما نتخيل يا مخنف، فمنذ أيام وأنا أدير الأمر في رأسي، ولما أهتدي بعد إلى طريقة آمنة لفعل ذلك، فوالله والله لئن علموا بنا ستكون نهايتنا على أيديهم.
لو لم يكن الأمر صعبا يا قائد لما أتيتك من العراق. إن خطورة الأمر لا شك فيها، ولكن إياك والعجلة. على كل سنجد طريقة لتنفيذ ما اتفقنا عليه دون أن نعرض أنفسنا لمخاطر. ولماذا الحسن بن علي؟ لأنه هو من أقدم على الصلح وخذلنا جميعا. ومعاوية؟ معاوية لا سبيل إليه، فمنذ أن حاول البرك بن عبد الله قتله وهو محتاط لأمره، ومجرد التفكير في قتله عبث لا طائل منه. لا أعرف كيف سيتم هذا الأمر. لا تقلق، علينا بالصبر وطول الأنات. إن أخطر ما تتعرض له الأمة، أي أمة يا حسين، هو الفتن. في الفتن يموت من الأبرياء أضعاف ما يموت من المذنبين. ولكن يا أبا محمد، ما يفعل المرء أن يوجد نفسه مرغما على الخوض فيها؟ الاستقرار يا أخي، الهدوء وضبط النفس والسعي إلى الجماعة، هذا هو الحل الدائم، الاستقرار. إن أعداء هذه الأمة عدوهم الأكبر هو استقرارنا، فعندما يعجزون عن الوقوف في وجه المسلمين لجأوا إلى المؤامرات وزرع الخلافات فيما بيننا كي يقوضوا ديننا من الداخل. فينشغل المسلمون عن هدفهم الحقيقي وهو نشر دين الله الحق بالخلافات والتنازع فيما بينهم. وهذا هو الحل الأنسب لعدوك، أن يبذل وسعه في تفريق من حولك لينقض عليك بعدها فرادى. دا فض فوك، هذا هو الحق. إلا ماذا؟ إلا أن رأيت تعديا على حدود الله، فهنا لا يجوز التهاون مهما كان. تذكر يا حسين ما فعله أبو بكر الصديق رحمه الله؟ رحمه الله. حين ارتد بعض الناس بعد وفاة جدي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الذين ارتدوا: أسقطوا عنا الزكاة نعود إلى الإسلام. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. رحم الله أبا بكر الصديق، أي حزم كان يمتلك. أجل يا أبا محمد، لا يجوز التهاون في حدود الله. درء الفتنة مقدم عليها، والاختلاف سنة كونية. ليست العبرة في أن نختلف، لكن العبرة كيف نختلف. أنتما ورجال كثيرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستخرجون مجاهدين في سبيل الله. كم تمنيت أن أخرج معكم جنديا تحت إمرتكم. بارك الله فيك يا مروان، ولكن أهل المدينة بحاجة إليك. أسأل الله العلي القدير أن ييسر لك هذا الأمر. إن شاء الله. متى ستخرجون إلى مصر؟ كنا قد عزمنا على الخروج مع الحسن والحسين شطرا من الطريق في رحلتهم إلى الشام، ولكننا آثرنا البقاء هنا حتى نلبي احتياجات أهلنا. وقد جئنا لوداعك، فنحن مسافرين اليوم. خيرا تفعلون، وأنا سآمر الجند كي يسيروا موزعي الإعطيات على أهل المدينة، فكثير منهم سيخرجون معكم. بارك الله فيك. إذن لنا يا أبا عبد الملك. رافقتكم السلامة، ولينصركم الله على أعداء المسلمين. آمين. تفضل. إنما تقوله يا أمير المؤمنين صحيح. أجل، هناك بطء في وصول الرسائل من وإلى الولايات، ولكن ما الذي نستطيع فعله؟ إن الفارس ليحمل الرسالة إلى ولايات بيننا وبينها مئات الفراسخ وأكثر، وهو بشر في النهاية يتعب ويمرض. يا ابن قيس، لو يظل الفارس الذي يحمل الرسائل إلى الأمصار على نفس نشاطه حين ينطلق لكان تأثيره أقل. كيف؟ نقسم الطرق إلى مسافات بكل الجهات. لم أفهم ما ترمي إليه بالضبط. يا ابن قيس، كم المسافة التي يحتاجها الفارس حتى يظل نشيطاً؟ من 4 فراسخ إلى 6 فراسخ. فلنقل 5 فراسخ. نضع عند كل 5 فراسخ مركزاً للبريد. ينطلق الفارس إلى ذاك المركز، ويكون بانتظاره فارس آخر.
مرتاح وعنده فرس نشيط ينطلق إلى المركز الآخر وعلى بعد 5 فراسخ ويسلمها للآخر وهكذا. يبدو ذلك حلاً منطقياً، ولكن سيتوسع بذلك نظام البريد وسيلزم ذلك مجهوداً أكبر. لا بأس بذلك ما دام يوفر وقتاً وجهداً. ما رأيك؟ الرأي ما تراه يا أبا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وصلك زائرون من المدينة يا أمير المؤمنين. من المدينة؟ من؟ الحسن والحسين أبناء فاطمة الزهراء؟ أين هم؟ صاروا في أطراف الشام. أهلاً بأبي محمد. كيف حالك يا أمير المؤمنين؟ الحمد لله يا أبا محمد، كيف لا أكون بخير وأنا أرى أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم في داري؟ صلى الله عليه وسلم. أهلاً بأبي عبد الله. كيف حالك يا أمير المؤمنين؟ بخير. أهلاً بريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلاً بسيدي شباب أهل الجنة. والله شرفتم الشام، تفضلوا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. بركت يا أمير المؤمنين. قلت لأخي الحسين علينا أن نزور أمير المؤمنين في الشام، فزيارة الأخوان سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. بارك الله بكل خطوة سرتموها إلينا يا أبا محمد. أية بشرى أني أراكم في الشام. جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين. أعذروني يا أخوتي أني خصصت الحسن والحسين بمجلسي دونكم، فوالله إن ذلك أقل ما يستحقان، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وما لنا لنعذرك يا أمير المؤمنين، وليس بيننا من هو أفضل منهم أماً وأباً، عماً وخالاً، جداً وجدة. بوركت يا أبا مسلم، ولكن نحمد الله على نعمة الإسلام الذي جعل فضل المسلم على المسلم عمله لا نسبه. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فض فوك يا أبا محمد، يا سبحان الله، ذرية بعضها من بعض. أية أخبار طيبة تأتينا عن جبهة الروم يا أمير المؤمنين؟ لن يهدأ لي بال قبل أن تسقط القسطنطينية، فما دامت القسطنطينية فالروم باقون. كان الله في عونك يا أمير المؤمنين، ما زالت الحملات على القسطنطينية وعهد عمر بن الخطاب رحمه الله. لكن مناعة أسوارها حالت دون سقوطها. ستسقط بعون الله، ولكن الأمر يحتاج إلى كثير من الجهد والصبر يا أبا عبد الله، وسنبذل أقصى جهدنا. أخزاهم الله، نقضوا كل العهود التي عقدناها واستغلوا خلافات المسلمين ليتربصوا بهم. المهم أن المسلمين أصبحوا يداً واحدة، وعادت جيوش الفتح شرقاً وغرباً يحملون راية السلم والإسلام. الحمد لله، الحمد لله. أخبرني يا جيران، كيف ترى رضا الناس عنك ورضاك عنك؟ الحمد لله يا أبا محمد، إنني لا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي. ولو كان بيني وبين الناس شعرة يا أبا محمد ما انقطعت، فإن شدوها أرخيتها.
وإن أرخوها شددتها. لا عدمنا الحلم بعدك يا أمير المؤمنين. ماذا تفعل يا حسن؟ لقد اشتقت لأبي يا عماه، فأحببت أن أصلي في مصلاه وأن أردت له القرآن من مصحفه. أنت تحبه كثيرا يا ابن الحسن. إني أطمئن عندما يكون بقربي. ونحن أيضا نطمئن عندما يكون بقربنا. والآن يا حسن يجب أن تعود إلى بيتك حتى لا تقلق أمك عليك. سلم يا عماه. بارك الله فيك يا بني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خيرا يا أبي. خيرا إن شاء الله يا ولدي. أتعرف ما يقول ابن حديج في كتابه؟ ماذا يقول؟ بعث ملك الروم إلى إفريقيا بطريقا يقال له نقفور في 30,000 مقاتل، فنزل الساحل، ثم أرسلت إليه عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة، فسار حتى نزل على شرف عال يطل منه على البحر بينه وبين مدينة سوسة 12 ميلا. فلما بلغ نقفور ذلك أقلع من في البحر منهزما من غير قتال، ورجع إلينا ابن الزبير بجبل القرن. ثم وجهت عبد الملك بن مروان في 1,000 فارس إلى جلولاء فحاصرها حتى فتحها عنوة. الحمد لله، أي بشرى. الحمد لله. ابن حديج أرسل إلينا يطلب الإذن في غزو صقلية عن طريق البحر. هذا كل ما بقي عندنا يا أبا محمد. أليس في الدار نقود غيرها؟ لا، هذه كلها. الحمد لله على كل شيء. أظن أن بعض الأشياء التي نحتاجها سنستغني عنها إلى حين يأتي الفرج، والفرج قريب إن شاء الله. كما تشاء، ثمة ما نستطيع أن نستغني عنه. إذن فهذه كفاية. السلام عليكم. وعليكم السلام.
اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عما سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغ ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ريحانة رسول الله، أحببت لك أن تذوق هذا اللبن في هذا الحر الشديد، فإني أحسبك عطشا. شكرا جزيلا ولكني لست عطشا. شكرا. هل أنت ذهب إلى الصلاة؟ اسبقني أنت يا أبا محمد، فإني لم أتوضأ بعد. أرجو أن لا تفوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت من يزيد بعض الأبيات التي أعجبتني. وأين أنا من فحول الشعر؟ إن كنت لابد قائلا الشعر يا يزيد فاسمع مني. قل يا أمير المؤمنين. إياك والتشبيب بالنساء فتهين الشريفة، إياك والهجاء فتهين كريما وتستثير لئيما، ولكن افخر بمفاخر قومك وقل من الأمثال ما تهذب به نفسك. لا فضفك يا أمير المؤمنين، إن الشعر إن كان محصناً بالأخلاق بعيداً عن المعاصي كان زينة لصاحبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع منبراً لحسان بن ثابت في مسجده، وكان حسان يدافع عن رسول الله بلسانه حيث يمنعه كبر سنه عن الدفاع عنه بسيفه، وكذلك كان عبد الله بن رواحة الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وسيفه. دعونا من حديث الشعر يا قوم، هات يا ابن عباس أثلج صدورنا بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. كان جدكم صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، وكان يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه، وقد ترك نفسه من ثلاث: المراء والتكبر وما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه وكأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرح. حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته فيقول: إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. هكذا كان جدكم، وهكذا يجب أن تكون أخلاقكم. هكذا يجب أن تكون أخلاق المسلمين. لا أدري يا عماه، ولكن ليس من عادة الحسن أن يتأخر عن صلاة الفجر. أرجو أن يكون المانع خيرا. هلموا نذهب إلى داره. هيا بي. هيا.
وماذا قال الطبيب في حالته؟ قال قد يكون سما لا ينفع فيه الدواء، أو يكون داء عضالا في الكبد. هون عليك يا حسين، هون عليك يا أخي. فداك نفسي يا حسن، فداك نفسي. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. فداك أرواحنا يا أبا محمد. لا تقلقوا علي، لا تقلقوا. طهور إن شاء الله، ستشفى بإذن الله يا أبا محمد. بعون الله ستشفى يا أبا محمد، بعون الله. لا تقلق علي يا حسين، الحمد لله على كل شيء، لا تقلق، لا تقلق يا محمد. من بالباب؟ افتح يا قارد، أنا مخنف. أين كنت؟ ما بك؟ أتحسب أن لا عمل لي سواك؟ ما الذي تريده؟ ادخل لنتحدث. ما الأمر؟ قلت لك ادخل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. استغفر الله، استغفر الله. وماذا إن اتهمني الحسن بما حدث له؟ قسما لا يمزقني أهل المدينة. أتمنى أن يتهمك يا قارد. ويحك، أتريدهم أن يقتلوني؟ هل هذا جزاء إخلاصي؟ ومن قال إننا سنتخلى عنك؟ ولكنك قلت إنك تتمنى أن يتهمني الحسن بما حدث له. نعم هذا صحيح، لقد أعددت إخواننا في كل مكان في حال اتهامك، وسيقفون معك وقفة رجل واحد. يا لكم المجانين، سيقوم الناس علينا كلهم، وما نحن إلا قلة في وسطهم، وهم أصحاب حق. نحن أصحاب الحق يا قارد لهم، وسنجد الكثيرين ممن يقفون إلى جانبنا. كيف؟ إن ادعى الحسن أنك من دس له السم، فهو لا يملك شهودا عليك، ويجب أن يملك المدعي بينة، وإلا فلا قيمة لادعائه حتى لو كان الخليفة بنفسه. ولكنه الحسن، أتظنهم سيكذبونه ويصدقوننا؟ هو لا يملك شهودا عليك ولا قيمة لادعائه حتى لو كان ابن فاطمة. فماذا لو هجم علي أبناؤه أو أبناء إخوته، وبعضهم ما زال غرا، ولربما حملهم الغضب على الثأر مني. نتمنى أن يحصل ذلك يا قارد،
وأن يتمكن الغضب منهم دون بينة. فأنت تريد أن تضعني طعما لهم؟ كما تريد، سأجلس هنا وأنتظر مجيئهم لقتلي. اطمئن يا قارد، سندافع عنك، أنت أخونا. لست مطمئنا لما تقوله. سأخرج غدا إلى العراق، لم يعد لي مقام هنا. أما وقد جبنت فالزم دارك واسمع وأطع، وقسما إن خرجت من المدينة لأجعلنك طعاما لكلابها. اخشى، ثكلتك أمك. لا بأس عليك يا أبا محمد، لا بأس عليك، ستشفى، ستشفى بإذن الله. لم يتمكن أمير المدينة سعيد بن العاص من القدوم معنا، لكنه سيأتي إليك هذا النهار. جزاك الله خيرا يا عم، جزاك الله خيرا. لعلك تعرف من دس لك السم يا أبا محمد، فلو تخبرنا باسمه. كان أحدا قد دس السم لي، فلا أعرف ما الذي حمله على ذلك. ولكن أنت تعرف أن من ساءهم ما فعلته بحقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم هم كثر، وقد ساءهم أن تصطلح مع معاوية ليتكاتف المسلمون ويأتمر بأمر رجل واحد ويسير تحت راية واحدة. الله أعلم بكل شيء. فيما أنتم حزانا؟ ألا تعلمون أنني تارك دار الفناء وسافر إلى دار البقاء؟ هناك حيث سأرى جدي محمدا وأمي فاطمة وأبي علي، هناك حيث سأرى الأحبة. دعوه يرتاح قليلا يا قوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا بأس عليك يا أبا محمد، لا بأس عليك. جزاك الله خيرا يا عم. هيا يا قوم، طهور إن شاء الله. لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس عليك، لا بأس عليك. لما كل هذا الحزن يا حسن؟ ليس بيدي يا عمي العباس، لا أستطيع أن أرى وجه أبي وهو يقاسي كل هذا الألم، لا أستطيع أن أصدق أنه سيفارقني. هون عليك يا حسن، إنه قضاء الله ولا اعتراض على قضاء الله. أرأيت وجهه وهو يحاول أن لا يظهر لنا ما يقاسيه؟ رغم آلامه يحاول أن يكون متماسكاً، بل إنه يواسينا. ذلك هو أحد الرضا بمشيئة الله، إن أباك رغم آلامه لأنه يدرك أنه بخير، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عجباً لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. سيجمعنا الله يا أخي في مستقر رحمته. لا بأس عليك يا أخي. يا حسين، إنني مقبل على أمر عظيم.
أنني أدخل أمرا من أمر الله لم أدخل مثله. سأرى خلقا من خلق الله لم أرى مثلهم أبدا. ألن تخبرني من الذي دس لك السم؟ لعلك تريد أن تقتله. أخبرني عنه إن كنت تعرفه. إن كان الذي أظن، الله أشد نقمة لي منك، سيأخذ حقي كله منها، وإن لم يكن هو فما أحب أن تقتل بي بريئا يا حسين. زينب نعم يا أخي. لا أخاف على أحد مثل ما أخاف عليك. من الناس قد فقد فقدك وثكل ثكلك؟ جدك أولا ثم أمك ثم أبوك، وأنت ذات ودهين أخاك. خذبك نفسي يا أخي. لا يا زينب، أوصيك أن تتعزي بعزاء الله. أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، كل شيء هالك إلا وجه الله. جدي خير مني، وأمي خير مني، وأبي خير مني، ولنا ولهم في رسول الله أسوة حسنة. حسين، أوصيك بالمسلمين خيرا يا أخي، أوصيك بإخوتك وأبناء اليتامى. إنما هذه الدنيا دار عبور، والملتقى إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. لا تقلق علي.